احد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد ابو مسلم، ورايه اولا في حضور الجماهير، وطبعا زي ما قلت لكم بالخبر منذ قليل ان 50,000 مشجع اخذ النادي الاهلي موافقه بتواجدهم في المباراه القادمه، وبالتالي ده داعم كبير جدا للفريق. كابتن احمد تحياتي ليك. ذكروا عامل ايه؟ اهلا وسهلا بك يا كابتن. كل طيب يا حبيبي، كل طيب. كل الامور الاسلاميه بخير يا رب. امين يا كابتن، يا رب امين. في البدايه طبعا اخد رايك في وجود 50,000 متفرج في الماتش القادم بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد طبعا دفعه قويه جدا، وزي ما انت عارف جماهير النادي الاهلي هي نمره واحد طبعا في ظهر اللعيبه، ودي سبورت بشكل قوي جدا. زي ما انا كنت سامعك فاروق بتتكلم دلوقتي، النادي الاهلي ده البطل، فطبيعي ان كل اي حد هيجي وهو عايز يعمل حساب لاي حاجه يحاول يشوشر او يحاول يعمل يطلعه بره التركيز. ده طبيعي، يعني اي حد بيلعب النادي الاهلي لازم يعمل كده. فانا شايف لا، لعيبه النادي الاهلي عندهم قدر المسؤوليه والحكمه ان هم الماتش دوت يقدروا يخلصوا الماتش بشكل كويس، وان شاء الله يبقى التاهل من هنا ان شاء الله بعد بصعوبه الفتره اللي فاتت بجداره. يعني اللعيبه ان شاء الله تقدر تاكد من هنا وتقول للناس كلها احنا بره الملعب مالناش دعوه، بره الملعب بتتكلم بطرد جوه الملعب، يعني الناس كلها بتتكلم عمالين يشتتوا تركيزك وعايزين شايفين الدفعه القويه الموجوده او الفتره بتاعت الاهلي كله مركز وكله في تكاتف، فالناس دي بتحاول تعمل اي حاجه تخرجه بعيد عن تركيزك. يعني هو الحقيقه يمكن الخطاب، انا قريت الخبر الخاص بخطاب مسؤولي الهلال النهارده للاتحاد الافريقي ان هو متخوف من التواجد الجماهيري بالنسبه للنادي الاهلي، وان الامور ممكن تخرج بره كره القدم، وبالتالي طبعا يعني نسيوا خالص العلاقات المصريه السودانيه والشعبين الاشقاء. يعني الحقيقه فضل. هو من امتى النادي الاهلي يعني يعني لو حد اساء النادي الاهلي برد الاساءه؟ النادي الاهلي كبير فما ينفعش. صحيح، يعني النادي الاهلي كبير مهما حصل، وفي مواقف كتير النادي الاهلي هو كبير، هو كبير فطبيعي الحاجات دي بتحصل، بس النادي الاهلي هو اللي بيقدر يسيطر، هو الراجل هو الكبير القاره. صحيح، فطبيعي ان هو ما بيردش الاساءه بالاساءه، دي النادي الاهلي او قيم النادي الاهلي. فطبيعي اللي انت بيكون حد عندك غلط في المنظومه لازم تتحاسب، ده طبيعي، ده قرارات اتحاد افريقي. يعني هي ده الناس شايفه قمه يعني الاستفزاز اللي حصل للعيبه، فده طبيعي اللي هو الناس كلها بتبقى متضايقه حاجه زي كده، بس لعيبه النادي الاهلي بترد في الملعب. ثاني حاجه فاروق، هو انا يعني انا شايف حتى يعني اللي شفت المذكره اللي بعتوها حتى هو يعني وسائل الاعلام والشحن والكلام دوت، يعني ازاي الكلام اللي بيتقال دوت؟ يعني انت هو انت هتحكم على وسائل الاعلام والشحن والجماهير والناس دي كلها؟ انت ما انت الاول انت لو انت في ملعبك قابلت حسن الضيافه بشكل كويس محدش هيقدر يقول لك حاجه، دي كره رياضه في الاول والاخر. بس ما ينفعش لعيبه النادي الاهلي او يحصل حاجه النادي الاهلي توتر اللعيبه. صحيح، احنا اللي يهمنا كابتن، واحنا وانا قلت كره في الملعب، كره ما بين 11 لعيب و11 لعيب، والامكانيات هنا بقى تبان ايا كان بقى الكلام اللي بيحصل قبل اللقاء. تركيز اللعيبه ومهمتهم ان هم يخلصوا المباراه من بدري ويريحوا نفسهم ويريحوا جماهيرهم ويستغلوا بقى الدعم الجماهيري الكبير. 50,000 متفرج انا شايف ان هو عدد كويس وعدد يعني لا باس به، يعني الحقيقه في ظل الفتره اللي فاتت ما فيش جماهير، ما بيحضرش جماهير كتير بالعدد ده، وبالتالي يعني هو بص شيء حلو. هو يعني الماتش طبعا هو احنا شايفين اكيد النادي الاهلي او الناس اللي موجوده في النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي او تربى في النادي الاهلي عارف ان وقت الازمات الناس كلها بتبقى متكاتفه. صحيح، فاحنا شايفين الماتش حتى بتاع صن داونز الحمد لله اللي هو حصل حاجه موقف زي كده عشان بينبه اللعيبه، بيخلي اللعيبه تركز عشان شايفين الجماهير الحاله عامله ازاي. فانا شايف ان شاء الله الجماهير هيبقى العامل الاساسي، لعيبه النادي الاهلي هيبقى عندهم سبورت من اول دقيقه في اول من اول اللقاء ان شاء الله يقدر يعمل نتيجه كويسه، بالذات انت كمان الحمد لله الموضوع اتسهل بالنسبه لك. يعني الاربعه اللي انت جبتهم فاروق برضه الدنيا اختلفت، الاربعه اللي جبتهم في القطر سهلوا لك شكل موضوع الاهداف بشكل كبير، يعني انت صحيح. لو جبت 1-0 الموضوع هيبقى مختلف. فان شاء الله النادي الاهلي قادر، او شخصيه النادي الاهلي او اللعيبه بتاعت النادي الاهلي قادره، وكان بيبقى في اسوء الظروف اكتر من كده لعيبه النادي الاهلي بتبقى رجاله على مرمى الكورون. يعني فانا شايف اللعيبه ان شاء الله عليها هم كبير جدا ان هو ان شاء الله يبسطوا جماهيرهم بالاداء وبالنتيجه ان شاء الله. ربك يبقى جوه الملعب، ربك صح. عن اي حد بيتكلم او بيحاول يقارن بين النادي الاهلي واي نادي تاني جوه الملعب. النادي الاهلي تاريخه كبير بلعبته بجماهيره بمجلس ادارته، النادي الاهلي كبير حقيقي. انا مش عايز اسبق الاحداث، لكن ان شاء الله الاهلي يتاهل يا كابتن، وبالتالي هيلاعب لو صعد كتاني وده المتوقع، يعني الامور بالنسبه للنادي الاهلي هيلاعب احد الفرق من خلال القرعه، يعني احد الفرق اللي موجوده وترتيبهم طبعا او اخذوا المركز الاول في مجموعتهم، نتكلم الرجاء، الوداد، الترجي، ثلاث فرق من
من شمال افريقيا، صعوبه طبعا دايما بتبقى موجوده في الماتشات اللي زي كده. انا مش عايز اسبق الاحداث، لكن انا بتكلم يعني في القادم يعني. انت بتتكلم في الصعب، بس انت بتتكلم دلوقتي النادي الاهلي اول حاجه بتعدي ان شاء الله الهلال، وبعد كده انت عارف النادي الاهلي في او الخبرات الافريقيه بتبقى موجوده، النادي الاهلي متمرس. فاي فرقه بتلعبها من شمال افريقيا بتبقى عامله حساب النادي الاهلي بشكل قوي جدا، بالذات البطل لما يكون مركز وهدف البطوله، ما يهموش اي فريق مثلا من افريقيا او يعني من شمال او من او من او سان داونز او جنوب افريقيا اي حاجه، ما فيش اي مشكله، انا عندي طموح وعندي دافع ان انا عايز اخد البطوله. صح. فده اللي احنا بنتكلم عليه، ما يهمناش بقى احنا نعدي المرحله دي وبعد كده نبص على اللي بعديها، واللعيبه اللي عندنا عندها الخبرات موجوده تقدر تتجاوز حاجه زي كده، عندهم الاصرار، وزي ما قلت لك الماتش بتاع سان داونز ادى الارم كده اللعيبه كلها، لسه خلي بالكم الموضوع مختلف، الموضوع البطوله مش هتيجي بسهوله. طيب.